وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن، وذلك بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر والطرح إعلان البيع ببعض المدن.